الحقيقة تجربة ممتازة جدا، وهو الانتقال من ميلانو سنترالي أو سنتر مدينة ميلانو إلى مالبنسا اللي هو المطار مالبنسا. التجربة كانت بواسطة الباص ده، وكانت سعرها 10 يورو، أحسن بكتير جدا من القطر الترين اللي هو كان ب 13 يورو وكان بياخد وقت أطول. الطريق كان شكله جميل جدا جدا. كانت تجربة أفضل بكتير جدا من الترين أو القطر. أتمنى إن أنتم تجربوها. هنعمل جولة كده في مطار مالبنسا الدولي اللي هو المطار الخاص بميلان، وهنشوف شكل المطار من جوه كده ونتفرج عليه، وبنقل لكم التجربة عشان يكون عندكم فكرة عن مطار مالبنسا أو مطار ميلانو الدولي. أول ما تدخل هنا بتبص بص على الشاشات دي. احنا رحلة بتاعتنا الساعة 2:30 ايجيبت اير 704 كاونتر رقم 10، والجيت بتاعتنا جيت بي. لازم تاخد بالك كويس جدا جدا من الجيتس عشان ما تقعدش في جيت غلط. دي البوابة من جوه كده، ده تشيك ان من 1 ل 11، احنا في رقم 10. ده شكل المطار اهو من جوه. لو عايز تغير عملة هنا ده 9، المفروض هنا تشيك ان اريا رقم 10 اهي. ده رقم 10 مصر للطيران. ده ويز اير اللي هو ده، واحنا هناك كده مصر للطيران. ده شكل المطار من جوه. ده مصر للطيران. دي جولة في الأسواق الحرة في مطار مالبنسا الدولي. التواليت كمان لو انت عايز تدخل تواليت ولا حاجة.
خلاص ختمت جواز من الباسبورت كنترول وهنتوجه دلوقتي لللاونج. ده اللاونج اهو بتاع ماستر كارد صاله اهو كده اللاونج اهو. هنتابع برضو الرحلات بتاعتنا من هنا. احنا الساعه 2:30 القاهرة ايجيبت اير بي جيت انفورميشن رايت. ده شكل اللاونج شكله نظيف جدا وجميل قوي. أجمل بقى حاجة المكسرات والحاجات الأكل الإيطالي الجميل جدا جدا في اللاونج. بجد الفيو بتاع اللاونج ده رائع جدا جدا من المطار. شايفين مطار جميل قوي قوي قوي. المفروض ان الواحد اصلا يجي هنا عشان ياكل اللاونج. الاكل بتاعه جميل جدا وممتاز ممتاز جدا. شايفين الفاميلي روم دي حاجه كده تحفه كده بجد يعني. كمان عايز تاخد دش ولا حاجه هنا يعني. التجربة كانت رائعة جدا جدا بجد يعني ممتازة جدا. خلاص خلصنا اتغدينا وشربنا وبنشرب كمان اهو. وهنتوجه دلوقتي خلاص للجيت بتاعتنا عشان ننطلق الى القاهرة ان شاء الله. احنا الجيت بتاعتنا 78. المطار يعتبر مطار معقول جدا جدا بس طبعا يعني لا يقارن بمطار مثلا زي امستردام او مطار شارل دي جول في باريس. خلاص وصلنا هنا عند الجيت اهو 78 وبكده تكون خلصت جولتنا في مطار مالبنسا الدولي اللي هو مطار ميلانو. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم بقى. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده لكل اصحابكم المسافرين لميلانو ونعمل لايك للفيديو ده وسيبوا لي في الكومنتات اي حاجه انتوا عايزين تسالوها عن ميلانو وازاي تخطط لرحلتك لميلانو واهم المزارات السياحيه اللي ممكن تزورها في ميلانو. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله.